السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بخير. اليوم معنا خبر جديد عن الجزائر وعن احتضان دورة جديدة بالجزائر. ايه نعرف التفاصيل مع بعض؟ يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا نصلي على اشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونضع اللايك ونعمل بارتاج للفيديو بتاعنا، وتشاركونا بتعليقاتكم في اخر الخبر لان الخبر ده مهم جدا وحابين نعرف تعليقاتكم عليه. من المرتقب أن تحتضن الجزائر دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات من القارات الثلاث بعد انقضاء نهائيات كأس إفريقيا 2023. قد شرع الاتحاد الجزائري لكرة القدم رسميا في التحضير لإقامة دورة رباعية دولية للمنتخبات في كرة القدم بالجزائر في شهر مارس القادم، وتجمع منتخبات كل من ثلاث قارات. واتفق رئيس الفاف الجديد وليد صادي بشكل نهائي مع أربع منتخبات وهي ألبانيا وبوليفيا وجنوب إفريقيا لإجراء دورة ودية رباعية في الجزائر خلال الفترة الممتدة من 18 ل 26 مارس القادم. وانطلق الاتحاد الجزائري لكرة القدم باكرا في التخطيط ووضع برنامج سري يخص تحضيرات منتخب الجزائر، وسيعتمد عليه بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة في كوت ديفوار. وكشفت مصادر مقربة من الاتحاد الجزائري لكرة القدم أنه جرى الاتفاق على كل شيء بين وليد صادي والمنتخبات المعنية يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة بالسعودية على هامش إقامة نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينسي البرازيلي. ومن المرتقب أن يكون الموعد خلال الأيام المقبلة لإجراء قرعة الدورة الودية المقرر احتضانها بالجزائر. طبعا الخبر ده على عهدة الفاف الجزائرية، طبعا خبر موثوق منه. حابين نعرف رأيكم في التعليقات، ايه سبب الدورة؟ هل فعلا في شيء وراها ام ماذا؟ طبعا عارفة محلليني محللين قناة المؤامرة برنس رح يفيدونا في تعليقاتهم، وتعليقاتهم ان شاء الله رح تكون في الصميم، وننتظركم في لايف بكرة نناقش الخبر ده مع بعض بإذن الله.